أسعد الله أوقاتكم مشاهدين نشرتنا ليوم الجمعة 11/12/2015، وإليكم الطقس المتوقع، حيث تشير الخارطة السطحية المحللة إلى وجود امتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي، مع وجود امتداد مرتفع جوي من الشمال الغربي، والرياح شمالية شرقية على الشرق والشمال، بينما شمالية غربية على الغرب، معتدلة إلى ناشطة السرعة خاصة على البحر. وبالنسبة مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، في الساحلية في أواسط العشرينيات، وفي الداخلية في أواخر العشرينيات، بينما في الجبلية ما دون العشرين بقليل. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون مضطرب إلى متوسط أحياناً، وارتفاع الموج يتراوح ما بين قدمين إلى 3 أقدام قرب الساحل، ومن 3 إلى 5 يصل إلى 6 أقدام بالعمق. أما بالنسبة لبحر عمان، مضطرب الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 3 إلى 5 أقدام قرب الساحل، ومن 6 إلى 8 يصل إلى 10 أقدام بالعمق. طقس الغد صحو إلى غائم جزئي، وتزداد كمية السحب المنخفضة على الغرب والجزر، ويستمر البحر متوسط إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، حافظكم الله أينما كنتم، وفي أمان الله.